عرض التجربة الديمقراطية للمغرب والأدوار المنوطة في مجلس المستشارين على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي. مثل موضوع المباحثات أجراها رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله مع وفد من نساء المجلس الوطني السنغالي. كان النقاش حول التجربة الديمقراطية في المملكة المغربية، عمل مجلس المستشارين في التشريع في مراقبة العمل الحكومي، وكيف يمكن أن نتبادل الخبرات فيما يتعلق بالعمل البرلماني بصفة خاصة، وخصوصيات مجلس المستشارين بصفة عامة. هما عندهم حذفوا السيناء، تم حذفه، ولكن مهتمين كثيرا بتجربة المجلس ووضع المرأة بصفة عامة، إن على مستوى المكتب أو على مستوى اللجان أو على مستوى الانتخابات في التمثيل، ودور المرأة في كذلك في العمل مراقبة العمل الحكومي. وارتباطا بدور المرأة في العمل السياسي والبرلماني، هم النقاش بين رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله وعضوة المجلس الوطني السنغالي تنزيل الدستور لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الأحزاب السياسية وتكريس المناصفة وتقريب النساء من مراكز اتخاذ القرار.